شهدت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادي التابعة لمحافظة الأقصر تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك بالتعاون مع أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد شهد المؤتمر إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة الأقصر. أبي الحاشد للتأييد ودعم سيادة فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة ساحات وشباب الأقصر وأهالي الأقصر كلها بتدعم سيادة الرئيس بناء على الحاجات اللي احنا شفناها والحاجات اللي احنا بنعاصرها. النهاردة جينا نقول لسيادة الرئيس احنا كلنا معاك، شعب مصر عايزك تكمل المرحلة، بننتخبك لمرحلة تانية، وبنقول يا سيادة الرئيس عايزينك تستكمل باقي المشروعات اللي بدأتها، مصر في احتياج ليك.